احنا علشان ما هو برضه في تركايه هنا لازم نقف عندها. في نوع من المراوغه الدينيه السياسيه عبر التاريخ باللعب بالمفردات. يعني مثلا المسلمين جم وخدوا الارض والارض فيها مسيحيين، المسيحيين عندهم عقيده معينه، جم المسلمين قالوا احنا السلف. لو اتعربت العقيده او من المسلمين من قال نحن السلف او اهل السنه، لو اتعربت كلمه ارثوذكسيه تبقى اهل السنه او السلفيه، لان هما بيقولوا بالايمان القويم السابق، يعني في احاله دائما للماضي. انما لو في نصوص دينيه اسلاميه لازم نشوف لنا بقى حاجه تانية، تبقى ايه؟ بدعه. ويجي بقى الحديث العجيب ده اللي مش فاهم لنا حاجه، كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يعني التليفون ده في النار، يعني المنديل ده في النار، يعني ازاي؟ ما هي بدعه، كل ده مبتدع. يعني لا ما تعرفش انا بتكلم، بس فبالتالي يصبح للسلفي حجة على المخالف انه راح او انتمى الى شيء اخر، ابتدع. زي ما نظر، مثلما نظر الارثوذكسي للهرطوقي باعتباره في جهة اخرى غير الجهة اللي بينتمي اليها. سمينا دلوقتي القبطية، دي تسمية عبيطة برضه، مفيش حاجة اسمها اللغة القبطية. طب وهتكتبوها ازاي يا حلوين بقى؟ ما انتوا مش عارفين الرابط بين خط الطير ده اللي بيستعمل في مصر القديمه وبين المنطوق. قالوا هنكتبه بحروف يونانيه بس هننطقه بالمصري. طب ما عندك ثلاث مخارج صوتيه في مصر مش موجوده في اليونان، مش مهم نحطهم. وبقت تتكتب الصلوات تتكتب باحرف يونانيه، بس لما تقرا ده تلاقي نفسك بتنطق كلام مصري. دي كلها مراوغات بتتم عبر اللغة والفكر للتحايل على أوضاع معينة أو لتحاشي الصدام أو حتى لتحاشي الخلط. ما هو هيبقى من المدهش مثلا إن نعرف إن في اتنين باباوات حاليا في مصر أرثوذكس.